احكي لي يعني. يعني والله غير شوف، هي الانسان كما يقولوا ما قادرين يتعرضوا، والله غير انا سامحين لهم، والله رانا صرنا بسورتو في شهر رمضان شهر الغفره والرحمه، يعني تعرضنا بزاف على حوايج هكذا. كاين وين تسمع مثل عطيني مثل واحد خطره جيت نقيلو قدام دارو قبد لي الزبل هذاك رما قطعو كاع، وليت نربت فيه انا بالبالي وبالبالا، شغل زعبت منه نقول لك صح. قالت لي في راسي، قلت واش قال لي شغل رفضني بواحد اللفظ يعني ما عجبنيش الحال. وما قلت له يا خونا، قلت له هنا رانا ننظفوا صح خدمتنا بصح انت ماشي هكذا ما تعاملنيش هكذا. ومن بعد يعني والله غير انا دوكا من المنبر هذا والله ما نجبدوش يعني انسان، كان لا نجبدوا الاسم الشخص ولا بصح هنا راني مسامح له دنيا واخره، والله غير راني مسامح له. هذا البرنامج برعايه بلاط مجمع زيرتيب، يتمنى لكم رمضان كريم. زيرتيب أول قناة إلكترونية في الجزائر.